يو سلام، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. حاب أشكركم عشان وصلنا اليوم 40,000، يعني بصراحة رقم كبير. ما كنتش متوقع إن نوصله بهاي السرعة، يعني ما صرناش فترة واصلين 30,000، فجأة هيك بوم طلعنا 40,000. فشكرا لكم. مش عارف يعني كيف يعني أقدر دعمكم إلي بالفترة الماضية. فمش عارف صراحة، يعني اقترحوا علي بالتعليقات، يعني نعمل جيف اوي على باتل باس مثلا او اشي، يعني في اشي معين ببالكم؟ بصراحه ما عنديش اي افكار حاليا ولا فلوس بالمناسبه حتى يعني. بس يعني حاب احكي لكم انه يعني اليوم ايش وصلتنا هديه من الشركه. زي ما تعودنا كل شهر او كل سيزون باتل باس بيوصلني هديه من الشركه، شوي يعني هيك دعم، سكين تيد. خلينا نجمعهم ونشوفهم مع بعض. ايه ده؟ اعطانا هاي الرقصه. هاي تبعت الزومبي اللي بعده. نايس نايس، تحت الاي جي ار. صراحة مش بحبه بس السكن خرافي، يعني خلينا نكون متفقين من هسه. مش بحب السلاح الاي جي ار بس بصراحة ما جربته بعد التحديث، فهسه راح نجربه في الجيم. هسه بندخل جيم وبنجرب هذا السلاح ونشوف يعني لو بيستاهل ولا لا. سيراف القاتل الخطرة. هل هذا تلميح من الشركة؟ يعني هاي تحريات كونان. هل سلاح الكريسبو كود موبايل راح تضيفه قريبا؟ بصراحة راح يكون اشي اضافي جدا فخم للعبة. اللي بعده اعطانا ميدالية واعطانا سلاح الاي ماكس. السكن بالمرة مو حلو، بالمرة مش حلو، يعني ولا الوان ولا شكل، ما ادري. اعطانا مفتاح الربط مع سكن. بصراحة سكن جدا فخم، وهذا جدا مناسب لما تلعب زومبي بدل ما تلعب في العادي. لا العب في هذا جدا خرافي. سكن زومبي حارس المافيا. هو هذا مش تيد؟ بصراحة سكن مرعب. شوف القزاز اللي داخل بظهره، حتى بايده فيها زجاج، شايفين كيف؟ اوكي. واهم شيء 20,000 سي بي، يعني عجله الحظ الجاي تبعت الاي ماكس والام اكس 9 مش عارف شو اسمه راح نشتريهم مع بعض. ف يعني الوضع جدا رهيب. اما الان فايش هنعمل؟ نروح على اي سي ار مثلا، اي سكن تيد زي ما شايفينه. نعمل له زوم اهو، واحنا هنلعب سيراف صح؟ هاي سيراف، سيراف الاصليه او لا الجديده هاي. تمام تمام. طلع الاي جي ار سكن ريدي ار سلاح اهو، مع انه الزهري احلى بس هذا الايرون سايت فيه مختلف. هذا الزهري رهيب، بس احنا راح نستخدم ايش؟ السلاح الاساسي هذا. نحط له فوهه كاتم، لازم نزود الدمج او المدى لانه مدى مش كويس. ام اي بي خفيفه ولا خفيفه قصيره؟ خلينا نعطيه هاي بدل هاي. نحط له مخزن 60 ولا 30؟ لا خلينا على 30 بدل هاي. نحط له ليزر تكتيكي، نحط له مثلا مقبض ولا شريط محبب. نحط له شريط محبب. هسه نشوف وين بدل الستوك. تمام، شوف المقبض، لو حطينا هذا المقبض بكون احسن. لو جهزنا بدل هاي لا مو احسن. خلينا على هاي. هاي التركيبات تاعت الاي جي ار يعني اتوقع انها كويسه، هسه بنجربها وبنحكم. يعني بالمناسبه كمان اعطوني هاي التميمه، وينها هاي تميمه الريغان؟ بس مش راح استخدمها، راح اخلي البس الحلوه. نيانيان اوكي. وهي الرقصة اللي هسه ربحناها، وينها؟ زومبي عود إلى هناك، هنجهزها نحطها هنا. اوكي نوت باد. نسينا أهم شيء، المفتاح الإنجليزي أو مفتاح الربط، ما أدري شو اسمه. مفتاح الربط، اختيار سكن، جهز لي إياه. يا سلام يا سلام. المهم الكلاس جاهز، خلينا ندخل جيم ونجرب السلاح مع بعض. ليتس جو. أول خطأ إني رافع الجرافيك لهي الدرجة. يا عمي موت. ايه يعني هو بدأ مجي من ورا السيارة وانا لا، ليه؟ حلو. اوه والله نايس، حتى الافكت تبعه رهيب. هنشيك عليه هسه. روح. ثانك يو والله، والله ثانك يو. هاي العصاية خلينا نحاول نقتل حدا فيها. اوه معها افكت. لا لا ها تبع الدمج تبع السلاح. السلاح ثابت ولا بتهيأ لي؟ وانا شايفه دمجه رجع زي يعني احسن من اول بكثير. نشوف من هنا. يا اخي ما فيش اللي معي، مش عارف شو بعمل. رفع ضغط هذا بالسلاح اللي معه. وين رافع الجرافيك على الاخر و في شوية تروب فريم. نايس. لا تاخذ الايه يا محترم.
هذا سلاح حرفيا كل شيء بنسرق منه. نايس. هو ده الكلام يا استاذ، استاذ اي جي ار، انت كده تمام يا خالد. مستفز بالمفار اللي معه، يعني مش بعرف اواجهه. نايس. اللاج هذا راح يرفع ضغطي اكثر ما هو مرتفع. الو، السلاح بالمره مو ثابت من بعيد ولا ايه؟ من تعبان اللوت فيه فخم. طيب نرجع لهم من هنا، نطلع هيك. ايه ده؟ قتلني وانا بزلزال. ايش في؟ لنحاول. يا اخي مو عارف، السلاح مو ثابت يعني. اموت. ياب، توقعت إزبال كلوز رينج أكيد بتفوز بالهيدفاير. سلاح ميؤوس منه بالهيدفاير والله، يعني بتشتروش ولا بشيرين. سيء هيدفاير. يا أخي اللاج عندي مو طبيعي، أنا ما بلعب 60 فريم حتى. الو، مش عايز تموت يا اسطى؟ اسف مو قصدي، اعذرني. يا ويلكم. يا اخي والله انك بتستحي. خذ هاي لانك قليل ادب. وينك؟ تعال وين هارب؟ في المسافات البعيده يعني نو بالمرة. ممتاز. 30 رصاصة مش بتكفي تعمل اشي والله. يا اخي حرام عليك. طيب جي جي. سلاح نفسه بصراحة بعد التحديث لا ما بالمرة، ولا انه سلاح يعني ينافس مثلا الفينيك او الاسلحه السمجيل القويه، ولا انه سلاح حتى يعني لونج رينج يعني عامل زي البايزون. لا ولا واحد منهم، يا دوب ماشي حاله. ف كان حلو لسلاح سيء، اتمنى نعمل له باف وشكرا. زي ما قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات ايش يعني حابين نعمل جيف اوي على ايش مثلا، يعني برضو يعني اعطوني شيء منطقي، واشتركوا في القناه لو مشتركين يعني، وشيكوا على متجر فيكس. سلام.